السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو فكرة جديدة داكوغ، كنتمنى من قلبي انكم تشجعوني. صعيب ان تشوفوا باش تعرفوا العقل ديال الانسان كيفاش كيخدم. العقل ديالنا يقدر يكون عنده واحد صفة ديال معجز، داكوغ، معجز كيبغي غير الحاجه السهله. والحاجه السهله شنو هي؟ هي الماكله، النعاس، الفراجه، ما كتخدمش في عقلك باش هو يبقى مرتاح. دونك اللي كتشوفها، الحاجه اللي تجيك انها صعيبه، عرفها انها مفيده لك. داكوغ، راه صعيب انك تشد كتاب، وصعيب انك تقرا، وصعيب انك تقرا قرايتك، تواظب على الدراسه ديالك، وصعيب انك تخدم تمارين اكثر. هادشي كلشي صعيب. علاش؟ حيت هو، حيت كيف ما قلت لكم، العقل ديالنا معكاس، كيبغي غير الحاجات. دونك علاش كنقول لكم هادشي؟ كذلك هاد الفيديو، هاد النوع الفيديوهات صعيب انهم يطلعوا، صعيب ان تكون نسبه المشاهده فيهم كبيره. دونك كنتمنى زعما تخيبوا املي وتبينوا لي انه ماشي بصح. كاينين كاينين اللي كيتبعوا يعني قنوات هادفه وفيديوهات هادفه. سمحوا لي. دونك الفكره اليوم ديال الفيديو، ان غادي نعطيكم ماشي تلخيص ديال الكتاب، لا ماشي تلخيص، وانما غنحاول نقراو مجموعين. داكوغ، هذه هي الفكره ديال الفيديو. واستاذ راه كتاب كبير وغادي يكون فيديو فيه طويل، ولا شوفوا نقدر ندير حتى 10 ديال الفيديوهات على كتاب واحد. غير هو شنو، غادي نعطيكم المهم. شوفوا، حاجه شتها يعني حاجه قريتها وقلت هذه مهمه خاصهم يكون يعرفوها، غادي نسجلها. دونك انا تنقرا الفقره اللي مهمه، غادي نسجلها لكم. يلا نبداو على بركه الله. شوفوا، لحد الان قريت ديجا قلتها في الفيديو السابق 19 صفحه. هاد 19 صفحه، اولا ماشي 19 صفحه، هاد 19 صفحه لقيتها انها كلها مهمه، كلها بقيت كنسطر عليها، كلها كلها كلها. دونك يلا نبداو على بركه الله. جربوا، ما تزابيوش، ما تخرجوش من الفيديو من دابا، جربوا على الله تستمتعوا بالوقت فوالا، ويجيكم الفيديو ممتع. العنوان اللي هو التفوق الدراسي. الفقره الاولى كتقول، راه غادي نصور لكم كل صفحه ونحطها لكم حدايا، كيف تذاكر وتتفوق. اذا المذاكره هي هي المراجعه، داكوغ، باللغه العربيه هي المراجعه، اولا هي القرايه، هي الحفاظه، هي فهمتوا. قال كيف تذاكر وتتفوق، حيت ساهل كلشي تيراجع، واش كلشي كيجيب النقطه؟ لا. واخا قال لك، يشكو كثير من الطلبة من عدم قدرتهم على المذاكرة وجهلهم بالطرق السليمة لتحقيق أفضل نتيجة من عملية الاستذكار. إذن كل شيء، إذن الكثير من الطلبة قال لك كيشكيو من أنهم القدرة ديالهم ما كيقدروش أنهم يراجعوا. علاش؟ شنو هو السبب؟ انه السبب هو انه السبب هو جهلهم بالطرق السليمه. اذا كيف ما ديجا قلت لكم، كاينين طرق، باش طرق صحيحه وسليمه باش انك تراجع. ولذلك رايت ان اضع هذه الارشادات العمليه والتربويه بين ايديكم لكي تنير لكم طريق النجاح والتفوق، وتعرفكم بافضل الطرق واصلحها لتحقيق الاستذكار الفعال والوصول الى افضل النتائج اخر العام باذن الله. وهذه الارشادات نتاج خبره طويلة وخلاصة جهود وتجارب ودراسات علماء النفس والتربية. إذن
الفقره الثانيه غادي نشوفوا فيها معوقات الاستذكار الجيد، يعني شنو اللي كيخلينا ما نراجعوش مزيان، شنو اللي تيخلي المعوقات يعني اللي ما كيخليوناش نراجعو مزيان. هناك بعض الصعوبات التي يمكن ان تعوقك عن الدراسه عن المذاكره، والتي يجب عليك ان تكتشفها وتحاول التغلب عليها حتى تستطيع ان تدخل في المذاكره الفعاله، وهذه اهم الصعاب. اول حاجه عدم القدره على التركيز اثناء المذاكره، فعلا شد كتاب وعقلك ما كاينش، فتفقد وقتك في التنقل بين درس الى اخر ومن ماده الى اخرى دون ان تذاكر شيئا. فعلا كتضيعوا الوقت في انكم كتجبدوا كتوبه كتبقاو ترتبوا في الكتوبه، حتى القرار ديال شمن الماده غادي تبدا بها كيدير لك بزاف ديال الوقت، واش نبدا بالمات نبدا بالفيزيك نبدا بالاس في تي نبدا بالعربيه نبدا بالتربيه الاسلاميه داكوغ، ملي كتشد الدرس كتبقى واش نبدا بالدرس الاول ولا الثاني واش الثالث واش الرابع، شحال من درس عندي كنبدا نحسب، هادشي كيدي غير الوقت. ثاني حاجه تراكم الدروس، هذه اللي كنركز عليها دائما، تراكم الدروس وعدم القدره على تنظيم وقتك للانتهاء منها، فعلا كتخليو الدروس تراكمه، غتقولوا لي لا اولا باش عرفتيها. في الشهور اللي ما كيكونوش فيها امتحانات نسبه المشاهده الفيديوهات ديالي كتكون ناقصه على الوقيته ديال الامتحانات، دونك هذا دليل واضح على انكم كتخليو الدروس ديالكم حتى الاخر، حتى كيقرب الامتحانات عاد كتبقاو تنوضوا تراجعوا. دونك ثاني دونك هذه فكره اولا حاجه اللي ما مزياناش اللي ما خصكمش تبقاو ديروها، انكم كتخليو حتى كيقرب الامتحان عاد كتبقاو تراجعوا الدروس، حيت تراكم الدروس راه كيكونوا الدروس بزاف. دونك النصيحه ديالي اللي عاد غادي تجي في هذا الكتاب ان كل درس درتوه في القسم كتجي للدار كتعاودو كتفهمو وكتدوز تخدم التمارين ديالو. دونك ثالث حاجه كراهيه بعض المواد الدراسيه، دائما تشوفها في التعليق استاذ ما عنديش مع الماد كنكره الفيزيك كنكره الاس في تي، انا اصلا كنكره هذه الكلمه ديال كنكره شي ماده ما كنبغيش نسمعها، حيت اون فوا كتقول كنكره واحد الماده كيجي واحد الحاجز واحد الحيط وكيتبنى بينك وبين داك الماده. دونك علاش غتقول كنكره واحد الماده عقلك غادي يتيقها واخا تعطيها الوقت غادي تضيعو وما غاديش تقراه. دونك كراهيه بعض المواد الدراسيه وتصديق الفاشلين الذين يخوفونك منها ويصورونها لك على انها بعبع لا يمكن التغلب عليه. فعلا كذلك كيجوني كومونتيرات استاذه قال لي صاحبي ولا قالت لي صاحبتي بلي الثامنه صعيبه ولا بلي التاسعه صعيبه ولا كنقول لكم حتى حاجه ما صعيبه حتى حاجه ما صعيبه، خاصكم تعرفوا ان المقرر الدراسي راه ما تيدارش باش يخلعكم اولا باش ينتقموا منكم اولا باش يعاقبوكم اولا باش يحصلوكم اولا باش يسقطوكم، لا مادام كاين واحد المقرر دراسي الا وانه مناسب لجميع الفئات، كتبقى انت خدمتك وشطارتك ووقتك حاجة أخرى. أصدقاء السوء الذين يضيعون وقتك في اللهو والهراء دون تقدير لأي مسؤولية، فعلا أصدقاء السوء راه كارثة عظمى، صاحبك اللي ما كيكونش كيقرا صاحبتك اللي ما كتكونش كتقرا بعدو عليهم كيعاديوكم علاش مي كتسمع صاحبك خرج صاحبتك سافرات خرجات نعسات كتفرج حتى انت كتبقى تقول علاش انا تنحفظ ويا ما تتحفظ حتى انا ما نحفظش. اخر حاجه هو القلق والتوتر الناتجان عن المشكلات المشاكل الاسريه او العاطفيه والتي تشتت الذهن وتضعف من قدرتك على الاستذكار الجيد والتقدم الدراسي. هذاك الشيء اللي كنقول لكم هربوا للقرايه، عندكم صداع في الدار سير لبيتك وهرب للقرايه، شد كتاب عقلك ما تخليش كيفكر في باباك وماماك ومشاكلهم والحلول ديالهم ولا في خوك ولا في اختك ولا عمتك ولا حالتكم الماديه ولا انت ما سوقكش في هذا الشيء، انت الدور ديالك خدمتك الواجب ديالك قرايتك الوغ عقلك في قرايتك. ندوزو لفقره اخرى كيف تذاكر كيفاش نراجع. اوكي كيف تذاكر
لتحقيق المذاكرة الفعالة التي تقودك بإذن الله إلى قمة النجاح والتفوق، يجب أن تمر بالمراحل التالية، اللي هي 3 ديال المراحل: القراءة الإجمالية للدرس، القراءة الإجمالية للدرس، الحفظ والمذاكرة، التسميع والمراجعة. إذا باش نقول حفظت، راجعت دروسي بطريقة سليمة وسلسة وصحية، خاصك تكون طبقتي أو مريتي من هاد 4 ديال المراحل. المرحلة الأولى ديال القراءة الإجمالية للدرس، ماشي غير الدرس، حتى القراءة الإجمالية لجميع الدروس اللي عندك. بحال مثلا أنا هاد العام ما جيتش وبديت لكم بأول درس ديال الرياضيات أو لأول درس ديال العلوم أو لأول درس ديال الاس بي تي، لا، باش بديت لكم بعدا عرفتكم على شنو غتقراو، الفكرة العامة، الفكرة الشاملة. ماشي أنا داخل القسم غادي نبدأ أول درس وأنا ما عارفش العام كامل شنو غنقرا فيه. داكوغ؟ دونك نبداو بأولا، يعني المرحلة الأولى اللي هي القراءة الإجمالية للدرس. سمعوا مزيان النصائح اللي غيتعطى في هذه الفقرة. يجب أن تبدأ مذاكرتك بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجمالية وسريعة للإلمام بمحتوياته وموضوعه، ويجب عليك اتباع الإرشادات التالية. إذا أول حاجة، الدرس اللي غادي تشدو ماشي ما كنبقاش نراجع من الاول وانا غادي، لا، بعدا ضربت ليلة على الدرس كامل، نشوف شحال من فقرة فيه، علاش غيهضر ليا، واش الاسباب، النتائج، المظاهر او الظواهر او نشوف كل شيء عاد كنبدا. اول حاجة قال لك تقسيم الدرس الى عناوين كبيرة رئيسية. نعمل شريطات الدرس، غيهضر ليا على التعريف او المفهوم ديال شي حاجة، أسباب ديالها، النتائج ديالها، كذلك النتائج اقتصادية، اجتماعية، سياسية، الخاتمة، هكا نعمل عوارض باش نشوف شحال عندي من فقرة في الدرس. وتقسيم كل عنوان رئيسي إلى عناوين فرعية أصغر منها وحفظها لتكوين صورة إجمالية عامة عن الدرس في ذهنك وتحقيق الترابط بين أجزائه. ثاني حاجة أو ثاني مرحلة، قراءة الدرس إجماليا وبسرعة قبل الشروع في قراءته تفصيليا ودراسته بإمعان، مما يساعد على سرعة الحفظ ويزيد القدرة على التركيز. ثالث مرحلة، الاهتمام بدراسة الرسوم التوضيحية والمخططات والجداول التلخيصية ومحاولة الإجابة عن بعض التدريبات العامة والأسئلة المباشرة حول الدرس. إذا هنا كيبغي يقول لك أن حيت كاينين التلاميذ اللي تيخدموا بالدرس كيردوه. أنا عموما تنخدم بالدرس كنلخصوا الفقرات، كاين اللي كيلخصوا الجداول، الخططات، دافلاش، هذوك الاسهم، انا ما تنعرفش وما عمرني ما خدمت بهذه الطريقه. المهم كل واحد وشنو تيعجبو كيفاش يخدم. دونك ثانيا الحفظ والمذاكره، كيفاش نحفظوا وكيفاش نراجعوا. واه، القاعدة الذهبية لتحقيق اعلى الدرجات وافضل النتائج في اي مادة هي، اذا شنو هي القاعدة الذهبية؟ احفظ ثم احفظ ثم احفظ، نحفظ ونحفظ ونحفظ. فرغم أهمية الفهم في عملية المذاكرة، إلا أنه مهما كانت قدرتك على الفهم فلا بد أن تحفظ المعلومات التي سوف تضعها في الامتحان. وكثير من الطلبة الأذكياء يرجع فشلهم إلى اعتمادهم على الفهم فقط دون الحفظ. اذا دائما انا بعدا كنركز على ملي كيقول مثلا كنحفظ وكننسى، كنقول لك اذا انت كتحفظ بلا ما تفهم، فهم عاد حفظ. هنا تيقول لك انك السبب من اسباب الفشل ديالك في المذاكره هو انك تتفهم بلا ما تحفظ. راه فعلا الا حفظتي بلا ما فهمتي ماشي طريقه سليمه، الا حفظتي بلا ما فهمتي ماشي طريقه سليمه. دائما فهم عاد حفظ.
قال لك بعكس بعض الطلبة متوسطي الذكاء الذين استطاعوا التفوق في الامتحانات معتمدين عليهم على قدرتهم الفائقة على الحفظ وقليل من الفهم حتى في أدق المواد مثل الرياضيات. الرياضيات في حفاظة؟ اه. وش الرياضيات في حفاظة؟ اه. شنو في حفاظة؟ القواعد. إلا مكنتيش حافظ القواعد ديال المتطابقات الهامه، حافظ غير القواعد ديال المساحه والمساحه الجانبيه والمساحه الكليه ديال المحيط ديال ديال ديال, ديال الحجم، هادشي كامل. كذلك مثلا الدرس ديال التناسبيه فيه قواعد، سلم التصاميم فيه السلم على الخريطه، فيه القياس على الخريطه، فيه القياس على الواقع، هادشي كامل فيه قواعد. مثلا جداول ديال التحويلات اذا ما كنتيش حافظ ما غاديش تعرف تخدم، فهمتوا؟ الرياضيات فيها حفاظه. قالك وفيما يلي ارشادات هامه تساعدك على الحفظ الجيد للمعلومات. اول حاجه قالك تعرف على النقاط الرئيسيه في الدرس، وضع خطا تحتها وكرر قراءتها حتى تثبت في ذهنك وذاكرتك. اذا النقاط الاساسيه، الحاجات اللي مهمين في الدرس كتسطر عليهم كتبقى تقراهم وتعاودهم 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 باش تفهم باش تعقل عليهم. ثاني حاجه افهم القوانين والقواعد والمعادلات والنظريات. اش كنقول لكم مثلا القواعد ديال الرياضيات يتفهموا عاد تحفظوا الى فهما جيدا ثم احفظها. ثالث حاجه ضع اسئله تلخص اجزاء الدرس المختلفه ثم اجب عنها كتابه وشفاهيه. غادي نركز على هذه النقطه. هذه كاين كذلك اللي مثلا ملي كيحفظ الدرس كيبقى يدير اسئله، ما هو مفهوم مثلا شي حاجه، ما هي اسباب، ما هي نتائج، ما هي اخطار، ما هي مظاهر. صافي كيعمل هاد الاسئله هادو وكيجاوب عليهم. اول حاجه كيجاوب عليهم شفويا يعني شفهيا يعني غير، وثاني حاجه كيجاوب عليها كتابيا. اذا رابع خطوه قال لك قسم المواد الطويله الى وحدات متماسكه يسهل فهمها يسهل فهمها وحفظها كوحده مترابطه. خامس خطوه ثق في نفسك وفي ذاكرتك واحفظ بسرعه. دائما احفظ بسرعه، دائما كنقولها تقول الاستاذه ما كنعرف ما عنديش مع الحفاظه. تقول ما عندكش مع الحفاظه راك بنيتي حيط بينك وبين الحفاظه، عمرك ما غتحفظ. دونك دائما نقول انا كإنسان عندي عقل، عطاني ربي عقل اللي يقدر يخزن الألوفات والمئات والملايين والملايير ديال المعلومات. دونك شكون انا وش من حق عندي اللي نقول ما كنحفظش او لما عنديش مع الحفاظه؟ داكوغ. دونك ثق في راسك وثق باللي عندك ذاكره قويه احفظ بالزربه. صافي هادشي اللي كيقول لك هو. ندوزو لواحد الفقره اخرى اللي فيها كيف تقاوم النسيان وتقوي ذاكرتك. داكوغ، كيفاش تقاوم هذيك الفكره ديال النسيان، الحاجه كنعقل عليها كنساها. صراحه انا غادي تفيدني هاد الفقره حيت حتى انا زعما ما عرفتش علاش انا كنسى بزاف لدرجه نسيت جيميل، نسيت المود باس، نسيت الانستغرام ديالي، نسيت فيسبوك، نسيت كل شيء. نسيت الا ما كسبتش نسيت. دابا المذكره اللي كاتبه فيها كلشي خليتها في تطوان كيف ما خديكم. دونك قال لك كيف تقاوم النسيان وتقوي ذاكرتك. واخا قال لك اهتم علماء النفس بدراسه ظاهره النسيان خاصه لدى الطلاب، وحددوا بعض القواعد التي تساعد على التغلب على النسيان وتعمل على تقويه القدره على التذكر. واهمها اذا نشوفوا شنو ما اهم القواعد باش نحاربوا هذيك الظاهره ديال النسيان. اول حاجه تعرف على النقاط الرئيسيه في الدرس، وضع خطا تحتها وكرر قراءتها حتى تثبت في ذهنك وذاكرتك. هذه النقطه ديجا قريناها. قال لك تعرف زعما على النقاط الاساسيه في الدرس وتبقى تعاودها تعاود تقراها تعاود تقراها تعاود تقراها حتى تحفظها. ثاني حاجه مهمه لا تذاكر وانت مرهق،
معمرك ما تقرا وانت عيان تعبان او فيك النعاس للاسف. فالتعب لا يساعد على تثبيت المعلومات فتنساها بسرعه. ثالث قاعده، قسم المواد الطويله الى وحدات متماسكه. هذه النقطه ديجا شفناها. رابع حاجه، ثق في نفسك وفي ذكر وحفظت بسرعه. هذه كنا شفناها. اذا دونك ثالث مرحله اللي خاصك تدوز منها هي مرحله التسميع. واخا مرحله شنو؟ التسميع. قالك يعتقد الكثير من الطلبه ان قراءه الدرس وفهمه ومحاوله حفظه تكفي، لكنه عندما يحاول اجابه احد اسئله الامتحانات فانه يقف حائرا ويقول اني اعرفها وافهمها لكنه لا يستطيع الاجابه. ويرجع ذلك شنو هو السبب؟ الى اهماله لعمليه التسميع وعدم ادراكه لاهميتها القصوى، وتتمثل اهميتها فيما يلي. اول حاجه العمليه ديال التسميع، اش كتعني عمليه التسميع؟ هي انك ملي كتعرض على راسك اولا ملي كتعرض على شي واحد. التسميع يكشف لك مواضع ضعفك والاخطاء التي تقع فيها، فهو مراه لذاكرتك. هذه مزيانه. ثاني حاجه، هو الوسيله القويه لتثبيت المعلومات وزياده القدره على تذكرها لفتره اطول. ثالث حاجه، انه علاج ناجح للسرحان يعني لكسها. فالطالب الذي يذاكر بدون تسميع ينسى بعد يوم واحد كمية تساوي ما ينساه الطالب الذي يقوم بالتسميع بعد 32 يوم. إذا الحاجة اللي كتقراها بصوت مرتفع وكتعرضها على راسك وكتعرضها على شي واحد آخر كيمكن لك أنك تنساها من بعد 32 يوم، على عكس اللي كيحفظ ويراجع وهو ساكت، ما عرض على حد ما عرض على راسه، كينساها بعد يوم فقط. وتختلف طرق التسميع باختلاف مادة الدراسة وطريق كل طالب في المذاكرة، ولكن أفضل طرق التسميع هي التي تشبه الطريقة التي سوف تستخدمها في الامتحان. ومن أهم طرق التسميع ما يلي. أول حاجة التسميع التحريري. هذا التسميع التحريري شو سبحان الله عمرني ما قريت عليه، ولكن هذه الطريقة اللي كنت كندير أنا. بقى عقلة في السيزيام ديالي بحكم اني كنت علميه سانتيفيك، دونك كدوز مواد ادبيه، دوزت العربيه التربيه الاسلاميه والاجتماعيات. بالنسبه للتربيه الاسلاميه والاجتماعيات كنت تنكتب فين؟ في الحيوطه، دايره الملخصات ديال الدروس، عامله الجداول وكنكتب كنكتب يعني كنعرض على راسي شفويا وكتابيا. اذا هذه كتسمى التسميع التحريري. التحريري كتبقى تعاود تكتب الدرس بيديك. حتى انا الحاجه اللي كنبغي نعقل عليها كنبقى نعاود نكتبها بزاف المرات باش كنعقل عليها، وذلك بكتابه النقاط الرئيسيه والقوانين وحتى القواعد كنبقى نكتبهم فهمتوا في ورقه ولا في مذكره صغيره، كنبقى نكتب القواعد ونسطر عليهم ونكادريهم باش هكا قديما نرجع لهم حتى كنحفظهم. والرسوم التوضيحيه وبياناتها، وينم التاكد مما تكتبه بالرجوع الى الكتاب. فعلا ملي كتوحل شي حاجه كترجع تشوف الكتاب. ويجب عند الكتابه للتسميع الا تهتم بتحسين الخط او الترتيب والتنظيم، وانما اكتب بسرعه وبخط كبير حتى تعتاد الجرأة على في الكتابه والقدره على تصحيح اخطائك. فكره زوينه. ثاني طريقة ديال التسميع اللي هي التسميع الشفهي او الشفوي، اللي كتعرض يا على راسك يا على ماماك على باباك. انا الاغلبية كنت كنعرض على ماما. صافي ضروري يكون عندكم شي واحد في العائلة او شي واحد في الدار اللي تعرض عليه ماماك. راه كنت ديجا قلتها لكم، ديجا قلت لكم سير عند ماماك في الكوزينة وحط حداها الكتاب، هي كتقطع البصلة ولا مطيشة ولا كدير الغداء ولا فطور ولا كتسكرت ولا كتغسل المواعين كدير اي حاجة، عرض عليها وهكا كتعطيك واحد الثقة في النفس انك حفظتي، وكيعطيك وكيشجعك انك تزيد تحفظ. بابا كذلك حدا التلفازة، نقص التلفازة عطيه الكتاب في يدي وقول له انا عرض عليك هادي وهادي وهادي، ولا وحلت عطيني شوية الوقت تنتفكر، الا ما تفكرتش عاود عطيها ليا ولا عاود عطيني نشوف. هادو سبحان الله عطيتهم انا واحد النهار نصائح وهنا لقيتهم في هذا الكتاب. هذا قالك وهو اسهل واسرع الطرق،
ويجب ملاحظة ما يلي لتحقيق أفضل النتائج. إذا كنت تسمع لنفسك يجب الرجوع إلى الكتاب في الأجزاء التي لا تتأكد منها. فعلا التسميع مع أحد زملاء أفضل من التسميع لنفسك، ما كنصح بالزملاء، كنصح قلت لكم بالعائلة. التسميع في صورة مناقشة ومحاولة لشرح الدرس يعطي نتيجة أفضل. واو كنت كنديرها والله القسم كنت كنديرها، يعني كنبقى نشرح، يعني كنبقى نعرض داك الدرس كأنني كنشرحو شي حد، مثلا كنبقى نقرا، فهمتوا؟ انا كنعرض وانا بحال اللي كنشرح الدرس لشي واحد. دونك رابع مرحله للمذاكره الجيده والسليمه والصحيحه هي المراجعه. اذا غادي نشوفوا شنو كاين في هذه الفقره، غادي تكون اخر فقره في هذا الفيديو هذا. الا عجبكم طبعا خليوه لي في التعليق باش نزيد نكمل لكم هذا الدرس. قال لك للمراجعه فوائد كثيره جدا، اهمها طبعا تثبيت المعلومات وسهوله استرجاعها مره اخرى عندما تسال عليها، تسال فيها. كما ان مراجعه الدروس السابقه بانتظام يساعدك على فهم ما يستجد منها فهما كاملا وفي وقت اقل من سابقتها. فعلا الحاجه مثلا درتوها في القسم وجيتي رجعتيها اليوم وغدا وبعد غد وموراها يوميا رجعتيها، نهار الامتحان يكفي انك غير تطلع عليها، ماشي بحال اول مره غادي تشوف المعلومه. كيف تراجع؟ كيفاش تراجع؟ اولا لا تحاول مراجعه جميع الدروس دفعه واحده، وانما قسمها الى مراحل متتابعه. ثاني حاجه تصفح العناوين الكبيره ثم العناوين الفرعيه مع محاوله تذكر النقاط الهامه. ثالث حاجه حاول كتابه النقاط الرئيسيه في الدرس والقوانين والمعادلات والقواعد وما شابهها. رابع مرحله أجب عن بعض الأسئلة الشاملة، ويفضل أن تكون من أسئلة الامتحانات السابقة. هنا في كنقول لكم كل درس خدموا ليه تمارينه، صافي تمارين أو امتحانات سابقة، داكشي اللي درت مع السادس وحتى مع الأولى إعدادي. كنا فيما كيقرب الامتحان كنا نخدم معهم امتحانات، نماذج امتحانات سابقة. يمكن أن تكون المراجعة في صورة جماعية من خلال طرح أسئلة والإجابة عليها مع بعض الزملاء، مما يزيد من حماسك وقدرتك على التذكر والاسترجاع. للأسف الشديد أنا لا أوافق هذه النقطة، اللي بغي نقول لكم من تجربتي الخاصة أنكم تراجعوا أون غروب ما كتعطيش واحد النتيجة فعالة. كيدوز الوقت، أنا عارفة وديجا عشت هذا الشيء، كيضيع الوقت في الهضره، في المهاوده، في التخربيق، في اللعب، في الضحك. دونك ما انا اللي بغيت نحفظ الحاجه نحفظها بوحديتي، نكون بوحديتي ونعرض على ماما على بابا، اللي ما لقيت على من نعرض على الحيط. صافي هادشي اللي نقدر نقول لكم. عرض كانك كتشرح الدرس لشي واحد اخر باش تشوف راسك واش فاهم واش حافظ. قال لك متى تراجع، فوقاش تراجع؟ زوينه هاد الفقره. قال قد يظن البعض أن المراجعة تكون في آخر العام أو قبل الامتحانات فقط، ولكن ذلك غير صحيح. فالمراجعة من أول العام الدراسي هامة جدا للتأكد من تثبيت المعلومات والقدرة على تذكرها، ولذلك يجب عليك اتباع الآتي: مراجعة مادتين أو ثلاث على الأكثر كل أسبوع، بحيث تكتمل مراجعة جميع المواد مرة كل شهر. كنتمنى تكونوا استوعبتوا هذه الجملة. تخصيص يوم الإجازة الأسبوعي للمراجعة، إذا نهار في السيمانة خاصك تخليه للمراجعة الدروس كاملة، كتبدا من الأول. المراجعة قبل اهتمامات قبل الامتحانات هامة جدا وضرورية، لأنها مفتاح التفوق. فعلا واخا كتكون كتراجع يوميا، نهار الامتحان الليلة اللي قبل يتعاود كل شيء تراجع. فوالا دونك غنحبس هنا غادي نزيد نقرا. كل ما نقرا نبقى هذا نحدد الفقرات اللي ان شاء الله غادي نقراهم عليكم. غادي نعمل فيديو اخر بشرط الى لقيت تفاعل زوين في هذا الفيديو، عجبتكم الفكره وقدرتوا انكم تكملوا معايا 30 دقيقه ديال القرايه، اللي صراحه فيديو مهم ومفيد. كنتمنى من قلبي ما تخرجوش من الفيديو من الاول. تلقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.